السلام عليكم، معكم أمل فودة أدمن جروب نيتنج أند هاندي كرافت للأشغال اليدوية. النهاردة إن شاء الله معنا درس جديد في دروس في تعليم التريكو، هناخد غرزة مقلوبة. ده كده ده الدرس معانا، هو نفس تكنيك الغرزة العدلة بس بنشتغل بالمقلوبة. هنشوف مع بعض. أنا محضرة معايا هنا 15 غرزة على الإبرة. هنبدأ نشتغل، ندخل في الإبرة. بص، في العدل كنا بندخل في العدل، احنا هندخل بالمقلوب، اسمها مقلوبة فاحنا هنخش فيها بالمقلوب. تمام، الخيط هيبقى مش قدام مننا، هيبقى في اتجاهنا احنا، والابره مقلوبه والخيط في اتجاهنا. بصوا ازاي، يبقى الخيط في اتجاهك انت والابره كمان في اتجاهك، في الاتجاه الخلفي. يعني نبدا ناخد لفه على الابره، نفس فكره الغرزه العدله نشتغلها المقلوبه. نبدا ناخد غرزه على الابره، لفه على الابره ونسحبها. ندخل الإبرة، ناخد لفة نسحبها ونفلت الغرزة. نفس تكنيك الغرزة العدلة بس بنشتغلها على المقلوب. تمام كده، ندخل الغرزة، بناخد لفة ونرجع تاني من الغرزة ونفلتها. تمام كده، بندخل في الغرزة، ناخد لفة نسحبها ونفلت الغرزة. ندخل في الغرزة، ناخد لفة نسحب الإبرة ونفلت الغرزة. بندخل في الغرزة، ناخد لفة نسحب ونشدها نسحب. ندخل في الإبرة، ناخد لفة. بصوا الفكرة سهلة جدا وبسيطة، انا هعيدها لكم وازيدها لكم لحد لما تحفظوها شكلا وبعد كده تطبقوها ان شاء الله. ندخل في الإبرة، ناخد لفة ونطلع ونسحبها. بصوا كده معايا، بحب ان اركز على اخر غرزة عشان تبقى واضحة جدا. ده شكل الغرز. الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة لو اشتغلناهم في نفس، يعني كل سطور على بعض عدلة او مقلوبة، بيدينا في الاخر نفس النتيجة. هنشوف ازاي دلوقتي. دلوقتي اشتغلنا اول سطر غرزة مقلوبة، نرجع نشتغل تاني. بصوا نفس النتيجة اللي بتطلع لنا من الغرزة العدلة بس باتجاهها خلفي. بصوا نفس الشغل، هتلاقي نفس النتيجة في الاخر. ده الجزء العدل اللي كنا اشتغلناه قبل كده، انا جايبه لكم بس عشان اوضح لكم ايه الفرق ما بين ده وده واستخدامات مختلفة ازاي. بصوا دي الغرزة العدلة، اشتغل عليها الغرزة العدلة اهي، هنشتغل عليها دلوقتي غرزة مقلوبة. شايفين عملنا ايه؟ دخلنا بالإبرة بالاتجاه الخلفي، خدنا لفة وسحبنا. ندخل بالاتجاه الخلفي، ناخد لفة ونسحب، والخيط والخيط والإبرة بيخشوا في اتجاهي انا وانا شايلة الإبرة. تمام كده، بندخل ناخد لفة وبنسحب. ندخل في الغرزة، ناخد لفة ونسحبها. بندخل في الغرزة، ناخد لفة ونسحب الغرزة. عايزة اوضح لكم اكتر، لما ندخل في الغرزة ناخد لفة ونسحب، ناخد لفة ونسحب الإبرة ونسحب الغرزة. تمام كده، ندخل في الغرزة، ناخد لفة ونسحب الإبرة ونسحب الغرزة. ندخل الإبرة في بالخلف، ناخد لفة ونسحب إبرة ونسحب الغرزة. نفس تكنيك الغرزة العدلة بس احنا بنشتغله بالمقلوب، الإبرة نفسها مقلوبة. بصوا كده، انا عايزة اوريكم ناتج الشغل المختلف لما بنشتغل عدلة فوق عدلة ومقلوبة فوق مقلوبة. احنا هنا اشتغلنا، كان عندنا غرز عدلة تحت واشتغلنا عليها غرز مقلوبة. بص اعطانا شكل الغرز ايه، الشكل هنا طلع مختلف. انا حبيت اوريها لكم في الشكلين عشان تعرفوا ايه الفرق بين العدلة والمقلوبة. تمام كده، او بنستخدمهم في ايه. بص، لما بشتغل غرز مقلوبة بيطلع قدام مننا الصف،
بتساوي خاص. بصوا هنا هنشتغل مقلوبة وكانت اللي قبلها مقلوبة. لما نشتغل مقلوبة واللي قبلها مقلوبة هيطلع الشغل نتيجة الشغل في الآخر هي نفس الشغل، أكني شغالة غرزة عدلة ومكملة غرزة عدلة برضو. بتطلع سطور سطور مختلفة كلها زي بعضها، الوش زي الظهر. أنا حابة بس أوريكوا التكنيك بكذا طريقة وبكذا شكل عشان تعرفوا الناتج بتاعها ايه في الآخر، أو احنا بنستفيد منها ايه. لما بنشتغل غرزة مقلوبة كلها ورا بعضها سطور مقلوبة بيدينا نفس ناتج الغرزة العدلة. طب أنا استفدت منها ايه؟ طب ما أنا اشتغلت عدلة وخلاص. يعني دلوقتي هنعرف ليه احنا بنشتغلها مقلوبة. بندخل في الغرزة ناخد لفة ونطلع تاني من الغرزة ونفلتها، ندخل في الغرزة ناخد لفة ونسحبها، ندخل في الغرزة ناخد لفة ونسحبها، ندخل في الغرزة ناخد لفة ونسحبها، معنا آخر واحدة ناخد لفة ونسحبها. نعد كده غرزنا، شايفين شكلها الوش زي الظهر بالظبط، مفيش أي اختلاف. هنشتغل كمان كسطر مقلوب برضو على نفس العينة، هنلاقي هيدينا في الاخر نفس نتيجة الغرزة العدلة، نفس الناتج. ده اشتغلنا كله مع دول معادل زي بعضه هيدينا نفس الناتج، لو اشتغلنا كله مقلوب زي بعضه بيدينا نفس الناتج. موضوع سهل خالص، بندخل ناخد لفة ونسحب، بندخل في الجهة الخلفية ناخد لفة ونسحب، أظن الغرز واضحة جدا ازاي بنشتغلها من غير ما اتكلم. يعني بندخل في الغرزة بناخد لفة وبنطلع وبنسحبها، أظن التصوير واضح جدا. يعني أنا ببذل مجهود فعلا عشان أطلع لكم الصورة بالإضاءة دي. بندخل في الغرزة بناخد لفة وبنسحبها، الإبرة في اتجاهنا والخيط في اتجاهنا، تمام كده. شوفوا ناتج الشغل معانا، ناتج الشغل زيه زي نفس ناتج الشغل الغرزة العدلة. لما بنطلعه الشغل الغرزة العدلة بيطلع معانا نفس الشكل دوت بالظبط، مختلفش اي حاجة. نعد غرزنا كده طلع معنا 15 غرزة، تمام كده. احنا كده غرزنا مظبوطة. نفس الغلطات برضو، لو لفينا الخيط في اتجاه معاكس ممكن يزود معنا غرزة، لو حطينا لو سحبنا الابرة من غير ما نفلتها من على السنارة، سحبنا الغرزة وبعدين ما فلتناش بقية الغرزة التانية من على السنارة بيزود معانا غرزة، تمام كده. هنرجع تاني اوريكم كمان دور. موضوع سهل جدا مفيهوش اي حاجة، بندخل في الغرزة بس بالمقلوب بالشكل ده ونسحب، ندخل في الغرزة بمقلوب بالشكل ده ونسحبها، ندخل في الغرزة بمقلوب ونسحبها، ندخل في الغرزة بمقلوب ونسحبها، نفضل كده لحد لما نخلص كل الغرز بتاعتنا. ندخل بمقلوب ناخد لفة ونسحبها، حكاية مش محتاجة اكتر من ان نتمرن. بص انا عايزة اوريها لكم بس موريكو كذا سطر هيدينا نفس نتيجة شكل الغرزة العدلة بالظبط بس مقلوبة. يبقى كده شفنا الغرز العدلة شكلها ايه.
وشفنا الغرزه المقلوبه. دلوقتي بقى حابه اوريكم، بصوا بقى انا عايزاكم بس تلاحظوا قوي المنظر، هوريكم بقى لما نشتغل ايه فايده الغرزه المقلوبه. لما نشتغل سطر غرزه عدله تمام، والسطر اللي بعده نشتغل غرزه مقلوبه، بيطلع لنا جنب كله ساده. بصوا بالشكل ده، احنا هنا هشتغل معاكم سطر غرزه عدله، هنبدا بقى السطر ده نشتغل غرزه مقلوبه تمام كده. انا بوريكم بس عايزه اوريكم فرق الشغل لما نشتغل سطر عدل وسطر مقلوب، هيطلع معانا نتيجة مختلفة تماما، وهو ده الغرض الأساسي من ان يكون في غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، لان في الاخر الاتنين لو اشتغلنا بكل السطور عدلة او كلها مقلوبة بيجينا نفس النتيجة في الاخر. لكن لما اشتغل غرز سطر وغرز عدلة زي ما اشتغلنا، والسطر اللي بعده نشتغل مقلوبة بالشكل دوت، عايزة اشرح لكم اكتر. بصوا بندخل بناخد لفة وبنسحبها، بندخل مقلوب ناخد لفة ونسحبها، ندخل بمقلوب ناخد لفة ونسحب، ندخل بمقلوب ناخد لفة ونسحب، كمان مرة ناخد لفة ونسحب، اخر غرزة معايا ناخد لفة ونسحب. وده بقى شكل الغرز معانا زي ما انتوا شايفين كده، عندنا جنب سادة خالص مفهوش اي بروز، عبارة عن سنابل زي السنبلة كده، والجنب التاني بيكون مخطط. بالنسبة للغرزة اللي كلها عدلة او كلها مقلوبة بيطلع معانا عبارة عن خطوط بارزة في الجنبين والاتنين شبه بعض، لكن الغرزة العدلة ومقلوبة لما بيشتغلوا ورا بعض بيدينا شكل مختلف. وده كان درسنا النهاردة، اتمنى انه اعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.